قلت لك 3 درهم 4 درهم 5 درهم 4 درهم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام تم كنبيعو ب 3 دراهم كنبيعو ب 4 دراهم وكنبيعو ب 5 دراهم على حسب على الكبيره في شويه باش حتى حنا نخرجوا حقيتاش كنشرو غاليه دايره 80000 فرانك 85000 فرانك الصندوق كنجيبوه من الشياد ما من قرمود او الصندوق راه كنشرو ب 80000 فرانك عرفتي شافي فيه 200 بياسه و 180 هاد 180 دابا جيت تقسم انت ما تخرج ولا ما تخرجش وكاين الحيحه وكاين العذاب وكاين المخازنيه حتى حنا هو كنعيشوا واحد الظروف وكيقول لك عباد الله كتغلي علينا حنا ما كنغلو ما والو هادشي حنا الفلاح هو اللي الفلاح حتى هو كنقولوا له من هذا المنبر الله يحسن العوان انه هو انا مقدر الظروف ديالو حتى انا زارع واحد شويه وكعرفت انا شحال المسؤوليه كيطلب هادشي كيطلب الماء وكيطلب الماء كنخلصوا حنا 160 ريال طون باش كنخلصوا الجمعيه مع شادين الماء من عنده وكنطلبوا وكنعطى الله ما نديروها باش تكون هاد الفاكهه موجوده ما باش نقطعوا هادشي كيعجب الناس وبلدي وزين كاين العبروقيه بحال هذه هي فينا هي هذه كنبيعوها ب 100 ريال وما العشيه حسب السوق دابا ما العشيه نقدروا نتعاونوا حتى حنا مع الناس دابا شدنا السوق معايا دابا شبعانه ما كتخسر نقدروا نبيعوا ب 80 ريال كان الاقبال حتى حنا كنعاودوا نصوروا واحد شويه واحد 100 درهم ولا 70 درهم وهذه كنبيعوها هي بحال هذه العكوريه هذه كنبيعوا هذا العكوري هذا هذا كنبيعوه ب 3 درهم هذا واحد الفاكهه حمراء بحال هذا الشكل هي نوريها لك تشوفها هذه دركه من لوسيه هذه هي شتيها هذه حمراء هذه هي هذه كيطلبوها لينا هنايا النصارى كيطلبوها الناس كاع زوينه مذاق مليح تفضل استاذ دير فمك ديري وهذه بحال هذه كنبيعها على حساب الحجم هادشي على حساب الحجم هذه كنبيعها ب 4 دراهم 3 ونص وكل شيء ممكن دابا لا كون جدادو الفلاحه وتعاوننا وتقادوا عطونا الدواء رخيص الدواء كنشريو دابا حنايا ب 2400 لتر 2000 ولما 160 ريال طون وعذابه ومن العام للعام ما يمكن لكش تفوتو لو ما عمري غبتي عليه غيطيح نعطيك شهرين شهر قاعد تحداك الدرك غادي يزعق لك مده الضرب على 6 سنين 7 سنين ديال الكلفه الا فتيه بحال النتيجه ديالك خرجت فالسو هذا كيطلب ظروف بحال خدام حتى 100 درهم وبحال خدام 3000 ريال تحسب الناس كتخسر 10000 جوي اخرين وانت مقابل واحد الفاكهه كتسقيها وكتضرب على تماره باش جات وقيتها ان هو الفلاح حتى هو الله يحسن ليه العوان ماشي زعما ساهل توصل هذه النتيجه بحال هكا وتجيبها بحال هكا ما فيها لا قنبوزيه لا والو راه فاكهه 100% تحداك تلقى الضر ويلا معايا المنطقه ديالتنا وتشوف الجوده كي دايره المنطقه قرمود شيادمه هاد الحرفه هادي حنايا ملي كنا صغار كنخدموها وباقيين كنخدموها كنا كنشروها ب 500 ريال الصندوق 260 ريال 3000 ريال المليح ودابا كنشروها ب 80000 فرانك 85 هادي دوكا مده واحد 12 عام ولا الظروف اللي حكمت عليها بهذا الثمن هنا ما بقاتش مرحبا بكم الا خصكم الكرموس مرحبا به كل شيء ياكل غني وفقير وكبير وصغير واللي جا للصويره مرحبا به انا ماشي من الصويره انا من الرباط ولكن فعلا ما عايشاش هنايا شنو نقول لك الزعبول راه شي حاجه عظيمه حنا كنتوحشوا الزعبول حنا كنسميوه الهنديه شي حاجه زوينه ما عندناش حنا لهيها عندنا ولكن ماشي نفس المذاق حتى شي حاجه ما غادي تجيك فحال بلادك وهي 5 درهم حتى هو مسكين هذا اللي جايبها راه ضرب الطريق والصهد وهي اللي معاون بها ماشي مشكل لا حنا عاوناه هذا السيد هذا نشريو عنده واخا قلنا 10 دراهم قالنا 5 دراهم نزيدو حنا نعطيو 7 دراهم انا ما كنتش كنشري اخويا انا كانوا كيعطيوها لي انا دابا في حومتي ملي نمشي للرباط وما غادي يعطيوها لي انا عمري ما شريتها هادشي تبدل وبنادم تبدل والهواء تبدل والمرض ولا في اي بلاصه سي نورمال كلشي تبدل انا كليتها في اسبانيا كليتها في البرتغال كليتها في ولكن ماشي في المانيا ولكن بلادي مذاق واحد اخر